يقول السائل: منذ 8 سنوات أتيت من إفريقيا إلى جدة. رجل من إفريقيا لما جاء إلى جدة خلع الإحرام ثم عمل عمرة متمتعا بها إلى الحج، وبعد الحج لم يذبح الهدي، فماذا عليه حتى يصير حجه صحيحا؟ نعم. يقول: رجل من إفريقيا لما جاء إلى جدة خلع الإحرام ثم عمل عمرة متمتعا بها. كيف خلع الإحرام؟ يعني محرم من الميقات. نعم، سؤاله هو يعني لم يذبح الهدي مع أنه متمتعا، فماذا عليه وقد مضى على هذه المدة 8 سنوات؟ إيه، لكنه في الأول يقول أنه خلع الإحرام، المعنى هذا أنه محرم من الميقات، ولما جاء إلى جدة خلع الإحرام ولبس المخيط، ثم بعد ذلك أحرم من جدة وأدى الحج. إذا كان إنه محرم من الميقات فهو باق على إحرامه، وخلعه للملابس الإحرام ولبسه المخيط ما يخرجه من الإحرام، وباقي على إحرامه من الميقات، ولبسه للمخيط خطأ. وأما أنه أدى العمرة ثم حج هذا متمتع، فيجب عليه الفدية. فإذا لم يكن ذبحها، فهي باقية في ذمته، يذبحها الآن قضاء. نعم.